سائلة أخرى ما شاء الله، السائلات كثر يعني بتسأل، بتقول تسأل عن سنة الظهر القبلية والبعدية. بتقول أنا سمعت من أحد الشيوخ إنه من واظب عليها بيحرم الله جسده على النيران. بتقول الحمد لله أنا ملتزمة بيها، ولكن أوقات أكون برة مثلا لظرف طارئ أو بيجي لي ضيوف أو أكون في الشغل، وأنا عايشة في دولة أوروبية، فأصلي الفرض وقبليها السنة القبلية، وخاصة في الشغل عشان مش عايزة أتأخر عن الشغل بتاعي، ومش عاوزة ياخدوا عننا فكرة غلط، لكني ملتزمة الحمد لله بالفرض وبحاول أصليه في وقته. والنهاردة جات لي صاحبتي وصليت الفرض بس، وبعدين صليت السنن مع العصر، يعني هي أجلت السنن مع العصر. فبتقول هل اللي أنا عملته ده جائز ولا لا، وهل أكون من الذين إذا داوموا على السنن وقت الظهر من عتقاء النيران؟ إن شاء الله نحن وأنتم بإذن الله تعالى. السؤال ده أختنا الفاضلة بيتضمن مسألتين. الأولى، هل ثبت فضل مخصوص لسنة صلاة الظهر؟ والمسألة الثانية، هل يجوز قضاء السنن الراتبة في أي وقت إذا لم يتمكن الإنسان من صلاتها في وقتها؟ بخصوص السؤال الأول أو المسألة الأولى اللي هو هل ثبت فضل مخصوص لسنة صلاة الظهر، روى الإمام أحمد في المسند وكذلك أصحاب السنن يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. إذن فضل الصلاة النافلة قبل الظهر وبعدها ثابت كما يعني هو وارد في الحديث السابق، وإن كان هناك خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة حول عدد ركعات السنن المؤكدة وغير المؤكدة في صلاة الظهر. ده كده بس بالنسبة للجزء الأول والشق الأول المسألة الأولى. التانية بقى، المسألة التانية اللي هي بخصوص قضاء النوافل الفائتة في غير وقتها، يعني واحدة مواظبة أنها تصلي النوافل لكن حصل شيء منعها تصلي النافلة فأجلتها، هل يجوز أنها يعني تقضي؟ المفتى به هو جواز قضاء الفوائت الراتبة لجميع الصلوات المكتوبة، وهذا القول هو الراجح عشان في أدلة كتيرة جدا متعددة بتؤكد هذا القول. يعني روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي 2 ركعات فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وكذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 2 ركعات بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله ناس من بني عبد القيس، يعني النبي جاله ضيوف ومنعه ذلك من يصلي النافلة التي يصليها فصلاها بعد صلاة العصر. وعند الترمذي في السنن من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. والقول بجواز قضاء النوافل الراتبة هو مذهب السادة الشافعية، وحتى الإمام النووي في كتابه المجموع في الفقه طبعا الشافعي يقول والصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة. وبناء على ما تقدم من الأدلة فإن فضل السنة الراتبة قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يجوز قضاء السنة الراتبة للصلوات المكتوبة في غير أوقاتها ويحصل الثواب الموعود بإذن الله تعالى، ففضل الله واسع عظيم.